والفرقتين خاضوا لقاءين في بطولة أفريقيا، ليهم طبعا أفضلية عن فرق الدوري. أربع أسماء لعبوا لقاءات أفريقية ولقاءات سوبر، زي ما اتكلمنا على الأهلي في لقاءاته، بنتكلم النهاردة على المصري والزمالك. برضو سيراميكا كان لعب سوبر محلي، بدأ قبل الفرق من انطلاق الدوري، ومعاهم طبعا فريق بيراميدز. نبدأ على بركة الله على يمنا النادي المصري، كريم العراقي، إنما مقطوعة تترد وتلمس محمود حمادة في المنطقة الدفاعية، ترجع لورا تتلعب الكرة من جديد تاني هناك في الطرف اليمين، تتلعب العرضية، إنما بقالشة كده حمزة المسلوسي في منتهى الخطورة، إنما تطلع إلى ضربة ركنية، ضربة ركنية لصالح النادي المصري اللي قلت لحضراتكم خد المبادرة الهجومية من أول اللقاء. أدي اللعبة تاني اللي شالها حمزة المسلوسي، شكل كده الملعب والأرضية فيها مية، سواء لما الزحلة أول مرة محمود جاد أو الكرة اللي بيطلعها حمزة المسلوسي قدامنا. حسن علي الباك الشمال كان بيلعب سعداوي اللقاءين اللي فاتوا، يحركوا الكرة كويس قوي في الطرف بتاع ميدو جابر، ميدو الجبهة والمحرك الهجومي من بره، تسديدة خد قرار كويس قوي محمود حمادة، أول محاولة للتسديد على المرمى، وادي عواد حس بالخطورة عشان كده بيكلم ويلاغي المدافعين قدامه، بيقول لهم ازاي الراجل يسند ويسدد وكل ده ما حدش ضغط عليه. اللعيب بيسدد حلو قوي محمود حمادة، ادي الكرة اللي اتزحلق فيها محمود جات، كانت ممكن تبقى كورة في منتهى منتهى الخطورة. ميدو مصطفى شلبي راجع ورا عند بنتايج، عرضية حلوة محمود حمادة، خطيرة ممكن، انما في راية، في اعتقادي في راية، في راية صلاح محسن، صلاح محسن متسلل. النهارده الكابتن علي ماهر اهم الشغل اللي بيعمله التركيز على الكرات العالية اللي بيوجدها صلاح محسن، سواء لو اتلعبت من على الاطراف زي ما عمل كده ميدو جابر ويا دوبك لمسها محمود حمادة، تسلل سليم 100% على صلاح محسن، سجل لهم اربع تجوان في الكونفدريشن كاب. صلاح محسن امام لميدو جابر، لو عدل على شماله هيسدد، ميدو يلعبها تعمل بند، خطيرة، انما عواد يردها ما يقدرش يمسك بعد البند اللي عملته كرة ميدو جابر. تاني للنادي المصري، حسن علي يعمل كروس داخل ال 18، يتعامل الدفاع ولكن ضربة حرة، فرمان وقرار من محمد الحنفي بفاول لصالح مصطفى شلبي. النادي المصري هجماته في منتهى الخطورة، العرضيات اللي بيعملها واتكلمت عليها في البداية ان على طول هينشنوا على صلاح محسن اللي هيكون متمركز في عمق الصندوق. ادي اللعبة اللي عملها ميدو جابر، كل المحاولات الهجومية لغاية دلوقتي او معظمها عن طريق ميدو جابر، سواء بالتسديد او الكرة اللي عملها بدماغه. تعامل عواد في اللعبة اللي فاتت، طالما عملت البند ده صعب يمسك، من حسن علي الى صلاح محسن، محمود حماد على حدود المنطقة، ميدو جابر يلعبها، خطيرة تقع من ايد عواد، خطيرة فوقتنا اللي فاتت دي، عملها ميدو جابر وواخد القرار والكرة جاية له عايز يعملها بصباع رجله الكبير كده هناك في البعيدة، ولكن عواد اهو بيعتذر عن الكرة اللي وقعت من ايده. ادي البداية والجملة والعمل الجماعي الهجوم اللي عملوه والكرة اللي ردت من عواد، ولكن في المكان المناسب حمزة المسلوسي عشان يشيل ويصلح خطأ محمد عواد إلى خارج الملعب، إنما هجمة منظمة لعيبة النادي المصري. لناصر ماهر يا ولد العيب، خطيرة خطيرة، ممكن خطيرة، مشلاك بقى ده اسمه كلام، بقى ده اسمه كلام يا مشلاك، مش ممكن. أدي زيزو بيقول له زي كده، لو سمعني هيقول له هقول زي ما بيقول المعلم. ادي اللعبة بتاعت مشلاك اللي كان ممكن النهاردة يحضر ويتفاعل وجمهور نادي الزمالك يبدأ يلمس قلبه، مشلاك لاعب نادي الزمالك. ادي البينية، الراجل عامل له تمريرة ايه؟ تمريرة بلسم، مش ممكن، تمريرة ناصر ماهر، قلت واحد من نجوم نادي الزمالك في الشوط الأول وعمل تمريرة خلصانة خلصانة يا مشلاك، ولكن يهدر أول فرصة محققة وأول حالة رمية التماس. 8 صفقات لنادي الزمالك هذا الموسم، الصفقة الوحيدة اللي موجودة ثابتة نفسها محمود بنتاي، لعب الكرة هناك في الطرف اليمين، عرضية تعدي خطيرة، مش ممكن، الهدف الأول عرضية صلاح محسن ومحمد الشامي يسجل الهدف الأول، جول الهدف الأول للنادي المصري، بشكل غريب عواد يطلع ويسيب الكرة وعرضية صلاح محسن اللي كل اللعيبة رايحة لصلاح، عمل 90% من الجون. هنشوف حكاية الجون الأولاني اللي بيجيبه في وقت قاتل. آدي جوميز قدامنا، بقول لحضراتكم النادي المصري وصل كتير،
لعيبه نادي الزمالك ادي هو بيفوقهم مره ثانيه، ولكن عرضيه صلاح محسن وتمركز محمد الشامي يعلن عن الهدف الاول للنادي المصري. ادي اللعبه من البدايه ثلاث لمسات من وسط ملعب الفريق البورسعيدي، البدايه من محمود حماده لصلاح محسن، وحاله الفوضى الدفاعيه من لعيبه الابيض لغايه ما الشامي يروح ويسجل. مش ممكن، عملها بوش رجله، حلوه الولد محمود حماده لغايه صلاح محسن. ثلاثي اضواء ال 18 في الجون اللي فات، محمود حماده وصلاح محسن، والنهايه بقدم محمد الشامي. 1-0 للنادي المصري، ويتفوق على نادي الزمالك قبل نهايه الشوط فين؟ بدقيقتين تقريبا. هدف توقيته صعب جدا على الزمالك وجهازه الفني وجماهيره، وهدف للنادي المصري في وقت ما يحلمش بيه علي ماهر وجهازه الفني قبل نهايه الشوط، انما لسه بدري قوي. الشوط الثاني وقع النهارده، وفي النهايه ضربه مرمى عند جاد. خلاص في اعتقادي بعد اللعبه ديت هيصفر الحنفي محمود جاد. صفاره نهايه الشوط الاول، تقدم للنادي المصري في الدقيقه الثالثه من الوقت المحتسب بدل الضائع عن طريق محمد الشامي وعرضيه صلاح محسن. شوف التعليمات الجديده لعلي ماهر وجوميز الناحيه الثانيه. شايف انا تبديل زيزو مع انطلاق الشوط، هيلعب مكان مصطفى شلبي، يبقى كده تبديلين لنادي الزمالك. تبديل اضطراري في اول نص ساعه، خرج شيكابالا ولعب اللاعب البولندي مشلاك، وادي زيزو مكان مصطفى شلبي. هنبدا مع محمد الحنفي اللي بيقود المباراه تحكيميا. هيبقى الطرفين دلوقتي زيزو ومشلاك، ناصر ماهر في العمق ما بينهم وقدام ناصر منسي. ادي الاربعه الاوراق الهجوميه. محمود بنتايج يلعب عرضيه خطيره، ناصر منسي خطيره، مش ممكن مش ممكن. ناصر منسي عمل الصعب كله في الاستلام، انما يشيلها وتخبط كده. هنشوف كادي في رايه، في اعتقادي في رايه قدامنا هاني خيري. هنشوف اللعبه في تسلل من الاول، انما استلم كويس اهوت وراح للكوره بشكل جيد جدا ناصر منسي. حسن علي قبل ما تطلع الكره بره خارج الخطوط يجيبها، انما خدوها تاني عند زيزو. زيزو خطير، تسديده انما من زاويه ضيقه. احمد سيد زيزو تسديده جامده انما بجوار القايم، بعد ما استغل كده حاله الفراغ الدفاعي اللي كانت موجوده، كان يتقدم لعيبه النادي المصري. وادي الكره اللي زقها عمر جابر وكمل زيزو كويس قوي وسدد زيزو انما بجوار القايم. تتعادل المره الثالثه، كان رايح لسه يضغط عليه محمد هاشم، انما لفت من على وش رجله الخارجي. عبد الله السعيد وزيزو ومحمود بنتايج. العدله زيزو او بنتايج، العدله بتاعت الكوره، انما هيسيبوها لعبد الله السعيد يعلقها بعيده. عبد الله علي على مرمى محمود جيد. الاثنين هوشوا زيزو وبنتايج، وعبد الله اللي خد القرار، ولكن علي على مرمى النادي المصري. ضربه مرمى في النهايه. وادي جوميز قدامنا اللي عمل تبديل اضطراري اخر ربع ساعه من الشوط الاول بخروج شيكابالا ونزول كونراد مشلاك. في اعتقاد الوقت اللي جاي هيبدا يغير علي ماهر. ادي عرضيه حلوه تيجي في العرض خطيره، مش ممكن اللي فاتت، خطيره من ناصر ماهر وترد ومشلاك يرفض تاني، مشلاك يرفض التهديف تاني، انما هنشوف اللعبه. ادي كره كانه تصوير بالبطيء، اول مره جت بيتفرج زينا تيجي في العارضه، ولكن الثانيه يتالق ويتعملق محمود جاد. ادي العرضيه الاولانيه، ناصر ماهر يا ولد يا لعيب، الراجل قلبها ايه؟ قلبها ايه؟ منتهى الجمال والروعه، انما تيجي في عارضه جاد ويردها تاني مشلاك، ويتالق جاد في اعنف الهجمات الزملكاويه في الشوط الثاني. لسه موجوده ناصر ماهر، عرضيه خطيره تقع على مرتين محمود جاد، منتهى الاثاره داخل 18 النادي المصري، ونادي الزمالك بيهدد مرتين في اقل من دقيقه. مع الدقيقه 70 الزملكاويه حاضرين وموجودين بلعبه ناصر ماهر ومشلاك، ولكن يرفض مشلاك ان هو يسجل. ادي اللعبه اللي وقعت بقى تاني مره، عرضيه ناصر ماهر. ميدو جابر، ميدو يلفها خطيره، انما عوادي طلعها على جنب. برافو يا ولد يا لعيب، لفها كويس قوي ميدو جابر. لو اقرب من كده كانت هتبقى اخطر واقوى، انما اتعامل معاه كويس عواد. راجع لورا دونجا قبل حسن علي يطلعها، بثلاث تمريرات قدام ال 18 لعيبه نادي الزمالك يخلصوا الكوره والموقف الدفاعي من غير ما يفقدوا ويبتدوا هجمه. عند مشلاك، مشلاك داخل ال 18 في الهواء، محمد هاشم يشيلها، تسديده يا ولد يا لعيب، يا ولد يا دونجا، واحده مدفع، انما محمود جاد واقف 10 على 10 في المرمى. هنشوفها تاني اللعبه.
وادي الاستلام من نبيل دونجا، وتسديده كانت عايزه في زاويه شويه، انما تالق لمحمود جاد. عامل مباراه النهارده جيده محمود جاد، حلو قوي من نبيل دونجا وظبطها لنفسه الراجل، وتسديده في المكان اللي فيه جاد. واحد يقول لك الكره سهله، مش سهله في وسط الزحمه دي. بص اللعيبه عاملين ستاره وبلوك قدام حارس المرمى، انما جاد شايف كويس قوي، شايف كويس قوي حتى لو في المكان اللي هو واقف فيه. 8 دقايق خلصوا، وفي اعتقادي هتبقى اخر المحاولات. الكره الاماميه عملها محمود بن تايج قدام ال 18، الجزيري، الجزيري عند حسام، حسام اشرف، حسام ترجع له الكره مره ثانيه الى دونجا، طرف اليمين، عرضيه عمر جابر يكملها، ولكن معاه صفاره نهايه المباراه. النادي المصري يفوز على نادي الزمالك.